راديو الأهرام يقدم الدنيا فيها إيه؟ نشرة أخبار خاصة جدا هتسمعوها كل يوم. الدنيا فيها الدنيا إيه؟ فيها إيه؟ أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو الأهرام وموعدكم مع نشرة أخبار الدنيا فيها إيه. نشرتنا خاصة جدا لكل ما هو طريف ومتنوع وكل اللي بيشغل الناس في كل الدنيا. وتعالوا بينا نبدأ بعناوين أخبار الدنيا. قميص أوباما المقطوع $120,000، جهاز ذكي لتحسين الذاكرة والذكاء، السجن 6 سنين والتهمة سرقة رملة، بعد 20 سنة عودة The Matrix للسينما العالمية. ومن عناوين الأخبار لتفاصيل أخبار الدنيا، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من أكثر الرؤساء الأمريكيين شعبية، وحب الأمريكان ليه لسه مستمر لغاية دلوقتي. الدليل على كده إن في مزاد علني في أمريكا تم بيع قميص كرة السلة اللي كان بيلبسه أوباما لما كان عنده 18 سنة بمبلغ $120,000. القميص بيحمل رقم 23 وكان أوباما بيرتديه لما كان في المدرسة الثانوية في هاواي. الطريف بقى إن القميص اللي اتباع بالمبلغ الكبير ده حقيقة إنه ما كانش في أفضل حالاته، لكنه كان قميص قديم جدا وكمان مليان بالثقوب وما خلاش من الروائح. في خبر صار لضعاف الذاكرة والنسيين، بيقولك شركة إلكترونيات كبيرة اخترعت جهاز ذكي على شكل لاصقة بتتحط على جبهة الإنسان وبتعمل على مبدأ تحفيز الذاكرة اللي بيحسن الذاكرة وكمان سرعة التعلم. الباحثين قالوا إن الجهاز ساهم في تحسين بنسبة 20% من ذاكرة الأشخاص اللي حطوه على جبهتهم لمدة 15 دقيقة فقط، مقارنة بالأشخاص اللي ما لبسوش الجهاز دوت أو ارتدوه. الجهاز كمان سرع من المعدل التعليمي للي جربوه بمعدل 120 مرة. الشركة قالت إن الجهاز الجديد معروض للبيع بمبلغ $69 لل 12 لاصقة. بنسمع عن جرائم سرقة كتير، لكن الغريب ان تكون السرقة سرقة رمل. زوجين فرنسيين بيواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل ل6 سنوات لانهم اخدوا كمية من الرمال من شاطئ في جزيرة سردينيا الايطالية، وده كتذكار أخدوه السائحين الفرنسيين لما كانوا بيقضوا أجازتهم في الجزيرة. لكن لسوء الحظ السائحين دول ما كانوش يعرفوا إن الرمال البيضاء للجزيرة الإيطالية ديت بتخضع للحماية القانونية. الشرطة الإيطالية اعتقلت الزوجين بعد ما لقت في عربيتهم 14 زجاجة بلاستيكية بتحتوي على 40 كيلو جرام من الرمال البيضاء. الحقيقة إن سرقة السياح لرمال البيضاء والأحجار من شاطئ سردينيا الإيطالية ده أمر شائع ودايماً بيثير غضب سكان الجزيرة، خاصة إن كمان الرمال والأحجار المسروقة ليها سوق غير قانونية على الإنترنت. فيلم The Matrix كل محبي السينما الأمريكية الحقيقة من أكتر أفلام الخيال العلمي اللي كمان مش بس أثرت في أمريكا أو في أوروبا، ولكن كمان علقت جدا عند المشاهدين المصريين واللي في المنطقة العربية كلها. في مفاجأة لعشاق سلسلة أفلام دي ماتريكس، الممثل كيانو ريفز بيعود لبطولة جزء رابع من أفلام دي ماتريكس، وده بعد 20 سنة من انطلاق الجزء الأول اللي الحقيقة حقق نجاح كبير جدا وكان من أوائل الأفلام اللي توقعت عالم الذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتطورة اللي بتتحكم في البشر. ثلاثية أفلام The Matrix السابقة حققت أكتر من 1.6 مليار دولار، وده في صالات السينما العالمية.
خلصت جولتنا وخلصت نشرتنا. استنونا دايما على راديو الأهرام ونشرة جديدة والدنيا فيها إيه. أعدت هذه الحلقة وقدمتها لكم ياسمين أسامة. الدنيا فيها إيه؟ نشرة أخبار خاصة جدا هتسمعوها كل يوم. الدنيا فيها إيه؟ فيها إيه؟